هكذا يا بنات، شل الروتين تاع اليوم يعجبكم هكذا، شل منهم حطهم القطرة، درت لهم لاشابيل، عندي مايونيز تاع القهوة الصباح نغسلهم. شوفوا يا بنات كيما في روب روب على بالكم، شوفوا هذا الروب، الروب تاع تمر مليح هايل الصباح للدراري لينا. شربنا القهوة تاعنا الحمد لله، دوكا نغسل هادو معنا تاع القهوة، راكم معايا الحمد لله الدنيا. نديرهم العدس، العدس الأحمر، العدس الأحمر ندير كلش بارد في بارد، راكم معايا. ندير هكا الماء، ندير أنا كلش في بارد في بارد، نزيدو بصل، نشعل نحطو فوق النار هكذا دايرة. هاكا يا بنات شوفو واش عندنا النار، درنا العدس، درتلو الما، ندير كلش أنا بارد في بارد هكذا، ناخد شوية ملح هكذا هكذا خلينا نخليو تشوفو. عندي شي عصا حنوت وشوية كركا، نخلط كلش هكذا. هكذا غادي نخلي كريم الدنيا مع شوية زيتة هكذا، ندير هذا البنات شوف يباهي يجي بنين، جامبو هذا ميكس مرقة البقر بالتوابل الحشاب، نرميها هنا وندخل على الكوكوط تاعي هكذا ونخليها يطيب. جيها شوفو يا بنات، شوفو نونا، شوفو نونا وهي قاعدة شوف. صباح النور، صباح الخير، قولهم صباح النور شوف، واجب على الحال شوف. هذا قدام التاقة شوف كسمع الزوابش كي يطلع النهار يحبو يخرجو. نشربهم ونحطهم في الماء هكذا ونكمل هذا كامل معنا. راكم معايا ميكس اللوكي دوكا، رحت لي بنات للصندوبه نقيها على بالكم، ندير ثاني الحوايج. ها هي هنا ايتام، هنا مارش هكذا ومبطوط، هنا تجي فيها هذا اللي بوتو اللي عندها هكذا متعرفلهاش تقول لي هكذا. تبدا الحوايج وعندي هذا بسكم الله نقي كامل هذه من جهه الطواليت وكامل هذه الدنيا، وعندي هذا اللايف نديرو ثلاثه، ندير دو بوش هنا وراكم تشوفوا راكم معايا روتين اليوم تاع الصباح. ان شاء الله يعجبكم، يعطيكم الطاقه على بالكم. شوفوا شوفوا الحوايج شوفوا يتحجروني الصبح، واش نقول لكم هادو كانوا دوكا نفرزهم وندير هذا تاع لي كولور كامل نحطهم في الماشين غافي، ندير هذا تغسل وراكم معايا. هاي البنات دوكا شوفوا راح ندير الماشينة شوف قدامكم، نعبص هذه هذه تشعل هذه شوف تشعل هذه دي لي كاسير بغيت بوت سيلونسيو بيدونج هذه نجيها منها، وعندك هذه نورمال سونتاج على حسب المونتي واش عندك
وبعد تشوفوا هي انك حطيتي كامل دوك هذه الحوايج، هي واش دير؟ تبقى هنا هي توزنهم، توزن ما وحدها توزنهم. شوفوا دوك كامل هكذا تبدا هي واش دير. شوفوا طلع النيفو تاع الماء، شوف شحال زعما هذا وشحال لا يردم الكيلو، خاطرش هذه فيها 10 كيلو، هي درت 10 كيلو تنجمي توصلي فيها لي كوفيرتور كامل. بصح زعما كاين الحوايج درتهم هي شوف هذه لا مارك الجي لي انتيريسي ما عرفتش كيفها ومشيها ولا كيفها، هذه نقول لنا وانا نفهمو. ها شوف هنا ها نيفو دو، نيفو دو معناتها شحال من الكمية تاع الماء لازم لها. وها بكا درت من هذا شوف بكا كيت هي تبقى الضو يتهم هاك الماء، من بعد عندي واحد الجو منا انا واش ندير نجبدها لك هنا ديري هذا عندي. شوف هذا الماء هذا خلي ندير هنا تاع لي كيف تاع الريحة، وعندي هنا لايك نوريكم هادي هذا كاين بزاف الأنواع مركز. ندير أنا قد واش غنحسب الحوايج كيف غادي يكون مكتسب، أنا غنقول لك ديرو البقا هنا نيكون الحوايج تاعو بنتي نديت هادو بكين كامل يكدا ديرهم يا بس نزيفو معاهم هذا نزيد هذا الباب. شوفوا دوك دير ايغور خاطرش عليا ما قفلتهاش، لازم نقفلها. نقصص دوك هذا دوك نحطو هذا ليكيد هنا هكذا خاصكم عليه يطلق الريحة هايل. نقص هذي ونهبط هذي شوف تعاود تمشي وحدها. ها دوكا هي تعود درتنا شوف ونخليو هذوك تبقى الدور و هاي تخدم. أنا طال الميرا و أنا طالبو ياكل حتى هو منتساواش، عندو بيضة مغلية نسدو هادي البودرة سبيسيال تاع الحيوانات هاكا، هادي فيتامين نحطو هادي هنا ونخلطولو مع البيض هاكدا. شوفو هاكا عندي حتى بيبيشات تاعي ما ننساهاش انا هاكا يبشبش هي ميرو. نقينا شوفو دنيتنا هاهي هاهو كملنا غسلنا الماعن بدا حليب تاعنا يا البنات هاهي الطابلة نقية دوكا نعطيو الميرو. اي ميرو ميرو هاهو دير الكبس تاعو ساعات ياكل كل مرة واش نديرلو، هاي المرة درتلو هذا البيض هادو تاعو هنا كي يكمل هكذا راني ندزلو اليوم البيض هذا مغلي مع ال درتلو هنا حليب وديتلو الما حطيتلو هكا البيض ياكلو هاهي يعجبو مع هادوك لي فيتامين هما يتباعو يا بنات هكا. وراكم حيا مع الروتين اليوم تاع الصباح، الصباح حال شباب نهارنا مبروك خليكم علينا نهار شباب. شوفوا البنات نهار جميل نهار شباب نهار مضوي وهاو العدس تاعي شوفوا الطاب هاهو هاهو يجي هايل غير بالكركم. وشفتوا هذاك ليزيبيس درتو
فجي الله الله بنين شهيدكم في الجنة. هذا هو الغداء تاعنا، راني نكمل في الشغلات تاعي وراكم معايا يا البنات. ان شاء الله الروتين تاع اليوم يعجبكم. نكمل قولي غير هذا شويه برك. وهاو ميرو تاعنا، هاهو ياكل. ها يا البنات دوك حطينا الغداء تاعنا. شوفوا انا نحطو معاه الطرشي. شوف يا البنات شوفوا الطرشي، شوف والعدس. ها هو شوف كيف جانا، شوفوا كيف جانا ثقيل. الله الله شوفوا هذه بنتي مشاغبه صغيره اللي راهي تهضر بزاف. ها هي غداكم الصحه وراكم معنا الروتين تاعي دوك. هاكا يا البنات شوفوا دوك راني مع الشيخ. ها كما راكم تشوفوا هاو الهواء اليوم طاي الشميسه راهي مليحه. انا نشرب الحوايج وراكم معنا في هذا الروتين تاع الصباح. وكان معنا العشيه نقدر نشرب دوك الحوايج. انتوما معايا دوكا يا البنات. هاهم هاهم فطر ديالي ورفد مراتي دوكا. دوكا نسنى القاع تاعي نصيبو هاكا. راني غسلت الماعن. راهو شوفو الشباب يهبل الشميسة. دوكا نكنس القاع هادي. راكم معايا في الروتين تاع اليوم. ومرحبا كامل المشتركات اللي دخلوا هنا وناخذوا الدخله معنا. شوفوا يا البنات راكم معنا. مرحبا كامل اللي دخل معنا. هاي البنات دوك راح ندير العشاء والروتين تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. الطاقه كلها ايجابيه ان شاء الله. هذا العشاء واش نهي. شوف عندي الدجاج دوك على حسب الافراد العائله كل واحد وحده. نعطيكم غير دي زيدي برك تدابي. وعندي هنا صلح الحانوت الكركم والملح. وعندي هنا الحميصة والبصل راح نديرو فوق النار. ومن بعد عندي نديرهم بلي فريت. لي فريت حنا نقليهولهم. درت الدجاجات من الزيت كما راكم تشوفو هكذا. وهنا راني نقيت لهم البطاطا نقضيها لهم. هذا نقص من ناحية الزيتيس. عندي كبش ندير عندي دي هكا. عندي هنا كركم وراس الحانوت والملح. من بعد كي طيب لي هذا الدجاج نشوف نحطو يتقلى ليه. طبعا هاي الأسرار تكون غير الطاقة الإيجابية. راكم معايا شريط الروتين تاع اليوم أصبح حتى الليل. إن شاء الله يكون يعجبكم يحمسكم باش تنوضو. هاي البنات شوفوا الدجاج كيف درتو. ها شوف ديك البطاطا تقليتها. وشوف نعطيكم يزيدي هذا التدابير. راه شهر رمضان ان شاء الله على الابواب ان شاء الله راه يدخلوا علينا بالصحه ولهنا. وان شاء الله الروتين اليوم تاع النهار كامل اللي شاركتو معاكم بالطاقه الايجابيه يا البنات تحفيزي وان شاء الله يعجبكم. هاي شوف البطاطا تقليتها كي يحبها ناشفه مع هذاك الدجاج. شوف طيبته وحمرته. وكاين اللي يحبها بالمرقه هكذا وتحصل عليها شي مع هذا النوت وشليضه. وعندنا هذا وهذاك العدس بقالي بغل تاع الفطور تاع الغداء. وهذا هو عشانا متواضع كيما كامل الناس. وان شاء الله يعجبكم. وما تنساوش دعم القناه اللي تكبر بيكم وبينا واللايكات والتفاعل. هاهو خاص بزاف التفاعل. ان شاء الله الروتين تاع اليوم يعجبكم. كل طاقه ان شاء الله ايجابيه وتحفيز ليكم. بارك البنات وبالسلامه عليكم وصحه شاتكم.